شاء الله. وش تقول يا مدير جروبنا؟ اقول يا طول العمر هذا الجراد ما شاء الله. بنطبخ حي ها حي الله الله ما شاء الله كبار ما شاء الله طيبات طيبات بنقرمشها ان شاء الله الليله. كيف تقرمشها؟ ورنا الطريقه يعني باذن الله بوريكم الطريقه لا لا شوف 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 ابوريك يعني اذا تمسك الجراده لا اله الا الله كذا طلعوا اسلم اسلم شفت ورجليها هذه رجليها هذه نعم تنتفها نعم عشان تضبط معك نعم ها وقول بسم الله لا 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 ما شاء الله ده لا حي شوف كيف من البنزين على 50 يلا 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 شوف وشوله ها شوف كل جراد على 50 يلا كيلو كل جراد لا 50 انا بيع 70 واعطيه 50 والله انا بيع 50 ايه اسمع انا احرجها قدامه يا اخوي حرام.